غنستفكم كاملين من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية وغطيبو كاملين وغط شوية من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية وغطيبو كاملين وغط شوية نستفقع المراود هلا عندي العيد الكبير كنا كل فيكم واحد واحد بيت نولي كبير معك الهدي كوا هاك تفالي كله مليتم قاعد زيد دوا وقال لي بحالك باقي بغيتهم هاك براني اللي بغاني في ما باني لقاني باقي شريلو لاباني بعلوك دباش بغاني باقي غداويين مشيتو جيتو هاكا لقيتكم الهام خلي ضربكم هاد كلاشوني في ألبومكم هادو اللي معايا كيبغيو الشوايا يلا عاود هادو اللي معايا كيبغيو الشوايا الفلوس اللي ولد امك اسكت سيمانه هذه وانا كنهضر معك لحد الساعه راني مازال كنهضر معك والله اخويا ما ديتكش طوموبيل بينا والله احمد ديال امي الله يرحمها ما ديتكش طوموبيل كنت ديتها نقول لك ديتها صاحبي ديك الهضرة عاود على باك هذيك الطوموبيل وارتها على با تبا تبا ما غاديش انت الاصل با تعرق طاسيل تمك دير معايا الربن في الطوموبيل انت صاحبي كتسب فيا وكتعايب فيا وكتسب لي والديا وكتشوي فيا بحال شي سديلة حتى نخدعك بالله شغل قود انا بقضيها بحال هذيك شو الكلب أصدر يا أمك هذاك الطوموبيل كاين جوج في العالم كاين واحدة عندي أنا والأخرى عند سيد زنزبار سير أخويا زنزبار سير أخويا زنزبار جيب هذيك الطوموبيلة ركب عليها وطلقني أنا الله يرحم والدينا بديك لا طوموبيل لا والو اخر حل غندير معاك سيمانه اي 30 مليون يا الطوموبيل ديالي شحال قلتي سيمانه 30 مليون واش انا عندي 30 مليون واش هذيك القصديه تفوت 30 مليون انا تبيعني كل ما جبت لك 30 مليون ايه دير شي ثمن مزيان دير شي ثمن مزيان اصاحبي قلت لك ثمن مزيان كنبيعو السواك هنا سيمانه شنو قلتي اعطينا شي سالينا سالينا اخويا سالينا سيمانة سيمانة صاحب سيمانة سيمانة اخويا سيمانة اخويا سيمانة اي 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 وعزة معلم فينا معلم مازال ما جاش اخي اك لاباس معك شكون دار فيك هكا ياك ما طالك شي موطور لا فيرا اكي لا موطور لا والو داك القاد وقف عليا فحال الجن قال لك قصديتي في السماء هبطها فلا طلع وصيتك النهار الاول انا قلت لك بعد من هذاك اصاحبي راه ما يصلح لكش دابا شنو غنديرو دابا قول لي شي حل دابا قال لي الطوموبيل يا نحضر عليه يا نحضر لي 30 مليون اش غنقول لك واه عطيت 30 مليون ديالك طب جا جبت 30 مليون منين واش كتضحك عليا بوعزه شنو ما لاقيش باش تنفس تقول لي انا 30 مليون وصيتك النهار الاول مسقوا ما كتسمعش قلت لك بعد منه ما يصلح لك دابا صافي سكت سكت شويه سكت غتبقى تبيع عليا في هضره خاويه دابا هاد اللعيبه ديال لونتيك ما لونتيك منين نقدر نضبع عليها لونتيك واش تضمن راسك في ليزيتازوني ولا غنوض تلقى لونتيك راه المغرب هذا فين تلقى لي لونتيك واش تلقى مع شي حل وصافي شي انت مفضي كطا مني غتبقى تبيع عليا في الهضره انا غادي نتحرك في حالاتي الا جا المعلم سول فيا قول لي راه مشى واحد اليومين على غيشي على فين غادي بالسلامة فين؟ غادي نمشي أبو عزة عند البوليس غندخل عند البوليس غنعاود لهم من الأول تالخر وغنتهنى البوليس؟ واش أنت مطيع على راسك ولا واش أنت متعرفش القيامة ولا ولكن راه مطيع بطانة أصاحبي راه مدوزتها ليلة في الحبس ربا مطاكي عليه الصدى هذاك النهار الأول تنوصيك وأنت ما تسمعش أصاحبي
اسمعش الهضره. حتى القيامه يوم البعث هذا قيامه. على السلامه. على السلامه. ياك لاباس؟ لا لا والو المعلم والو. واحد البلان وقع وصافي. واش حالتك كي دايره وتتقول لي يا بلان؟ انت مالك؟ واحد اللعيبه المعلم غنبقى دابا نشرح لك. صافي واحد اللعيبه وقعات. صافي وقعات. ديما كنقول لك الا بغيتي تصاوب شي قصديره جيبها للكراج. بديتي كترطط جبتيها في راسك. ودابا غادي نمشي للفورماسيان غنشري شي دواء ونرتاح واحد اليومين. ويومين راه بزاف. ولمن غادي تخلي لي انا الكراج وهاد الروينه هادي؟ وما عندك المعلم بنادم عام كسل هنايا. ها الشاوني ابو عزاب مع متكي. اش عندي المعلم؟ اش يا اش يا طبع علينا اخوك ناشف ديال بصح ومفرشخ ومكمل ومسالي ديال بصح. عطينا شي لعيب. ترى مازال ما وصلت خر السيمانه اش غادي نعطيك؟ واش وكيديه وكيديه وصافي دي بانينا بشي لعيب. هاك يلا شد. وبانيو ديال دفال ساعة وتاع تقول تخدم في 100 والغابات 100 درهم. اش غندير بهاد 100 درهم؟ واش باقي باغي؟ دابا اش غندير انا بهاد 100 درهم؟ ديال شنو نشري بها؟ دوا الحمار؟ لا بومادة صفرا حسن. اش باقي باغي؟ باغي تقدد؟ سيدنا شي لعيبة المعلم الله يحفظك. سيدنا شي لعيبة نمشيو نشريو الدواء نعمرو هاد التقابي هاك يلا. وانا غادي نتحرك. تهلا ابو عزه. الله يعاون اخي. اشوف يومين ما تفوتها وارجع. صافي عيباني هادشي يومين ثلاث ايام كاع لا تعطل. لا سيمانه احسن. تا سير يومين ورجع. صافي يومين ونرجع. يومين ونرجع. وغادي تبقى ترطط تجيبها في راسك. يلا تلقونا انتم كساليوني هاد القصديره وهنيونا. صافي معنا المادي راه ناضي. ناضي هي اللي حيدتيها من هنا وجبتي الاخرى. تو ما من انا البشر كيدير. مالنا ما نخافوش مالنا على الدقان. كاين داك الماكسيان ديال راجلك. اصلح فمك شي شويه. غتقولي لي يجيب الأمانة اللي كنسالو ولا غنفرد قمو. أين أمانة؟ راه واعرف. والدوبيرمان إلا قال كلمة راه ما كيعاودهاش. وراه حتى أنتي غتجي نوبتك. والله حتى نغتصبك هنا بالله. وأنا علمتك. تخوضي. تفو على بشر طيرها مني خلعها. يا ربي السلامة. قمقم السلوكي تفو. عندكم موضة صفا؟ موجود. ياك ما بغيتي عندك نفيخ. اياه على علمك الله. وانت اخويا راه عندك النفيخ تمايا راه خاصك كينات. ياك اييه. وشحال هاد الكينات؟ 120 درهم. شحال؟ 120 درهم. سير جيب موضة صفا سير. هي الاولى. سير سير وانتوما وليتو كلكم طبق. باش نبغي نعطيوها المنجر. هادي شحال؟ 9 درهم و 30 فرنك. 186. هاك. تباوق او تاني وزين انت ديال التباوق تعطيه لنا الجوان
ويكو اشوف جا واحد البنان كيسول فيك. كيفاش؟ جا واحد البنان كيسول فيك. شكون البنان؟ واحد الوجه كيخلع دابا عليك ما انا فيه اول على خزيت ياك ماشي لعبة تما لهادو. ما قالك شنو بغا؟ لا والو. المهم شوف ويكا انا كان شي حاجه الدراري في الدرب راه قاعد تبوق تبوق تاع تبوق ونسى تهلا تهلا شويه ورانا غير بشويه راه كيحاقني داك الشيء وجهي هذاك. شنو كان لابس هاد الكلب هذا؟ كان لابس واحد الكبوط كبير وفيه الزغب زغب زغب فيه زغب من هنا ومن هنا. ماشي زغب هذاك ديال الله داك فوغور والله علم انا عارفه وجهو كماتو كي داير وجهو خاسر ما فيه ما يتشاف هادشي دير بحال شي كلب مسعور بحال شي ديب قول شيطان نيشان وياه هو بزاف ديال الشياطين تابعيني عرفتو هاد الكلب هذا عرفتو الضبيع ما خدام على القيامه. هو انت اللي كتعرف هادوك الناس. بشويه قلت لك بشويه خاصك دير لي الدواء تنكون ناس واخ كنت كنقول لك منين ما نكونش في الدار ما تحليش الباب واخا هيصو ما تحليش وكون ما حليتش شكون راه غادي يهرسو هذيك الدقان ما كيديروا حتى شي واحد بنادم عادي البوليس كيدير هذاك الدقان وكون ما خرجش ما غاديش نعرف شكون. بلاتي انا غادي بشويه شنو قالك عاوتاني؟ قال لي هالمره الجايه غادي نتكرفص عليك عليا انا زعما يتكفص عليك اه زعما تيعه محلوله صايبه يجي يتكفص عليك وهذا الشيء اللي قال. بلاتي غادي نبغى غادي نوال شد بوم الكلب شكون هو كويكا بشويه قلت لك بشويه عائشه فين هو الوالد؟ وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. ما كاين لا سلام لا سيدي زكي سولت فينا هو الوالد جاوبيني. صبر شي نشوف واش عندي هنا في الجيب تا فين بغيت يكون هذا الوالد راه هو بحال ديما قاعد في الحضا البقر قرينا ان شاء الله ضربك جنس ناقص سير الله يعطيك طيار يطيرك. والد كي داير؟ الله يرضى عليك صحة لاباس؟ الله يرضى عليك. مع الوقت الوالد مع الوقت. بكيفاش الغنيمات لاباس عليهم؟ كي خديتهم كي باقي لا شتا لا حليب لا زبدة حنا باقي عطلة. ايوا الحمد لله الوالد الحمد لله على أية حال الحمد لله. عائشة مالية فيك شوية؟ خذ شمسك هزات يا ولدي. فين عند عائشة؟ هذا ما بغيتش نشوف عند عائشة. انا جاي باش نشوفك الوالد. اخا ولدي. غادي نبغيك ان شاء الله في شي حاجة. ان شاء الله ولدي ان شاء الله. عز الدين نصاب لوليدي وحال الكويش تاع اتاي وزبيدة بلدية وحال الخبز راه سخون يلاه درك خبزته. هذيك زبيدة بلدية دير هذاك الخبز وكوليها ما عندي ما ندير بها. انا غنمشي الوالد وغادي نعاود نرجع عندك ان شاء الله. ان شاء الله ولدي ان شاء الله. غادي نبغيك في شي حاجة مهمة. ان شاء الله. بالسلامة. نرجع عندك ان شاء الله. قلت الله في الوالد وبقيت تدخلي فيا قلت الله في الوالد مشي بلا رجع ان شاء الله. كدا شنو عندكم شنو عايد ضرب دوره وتمشي شاوني تكويكا واش نبقاو هنايا راه تابعنا بزاف ديال الخدمه جمع راسك صاحبي. ما بلاتي يا صاحبي انا خدامين واش غنخدمو ولا غنمشيو فحالنا صاحبي؟ انا خدامين عند الوادي شدني عندك انت ناخاي كمل على الوادي الوادي انت راك تبقى في الجبل نهار الاول بقى في الجبل زرع الحشيش وغطي البيصه واش دابا خلينا نخدمو ولا غنمشيو فحالنا؟ دابا غتمشي تجيب خمسه ديال البولونات. شنو غنجيب؟ خمسه ديال البولونات. خمسه ديال البولونات شنو هما؟ بولونات خمسة أربعة الطوموبيل وواحد ليك أنت. يلا سير سير خارج من القادوس.
حلتوا المسائل. تخافش يا الشيف، دزت على الكلب اللي ولدهم واحد بواحد، بيت بيت، دار بدار، زنقة زنقة. بغيتو ما يديش الناس، كيف يجي ناس نوقف عليه بحال شي بغطاط؟ قيامة نوري غنجبدو اللايف فور داز وتصاور ديالكم هما بارتو برومي. ماشي بداك المعنى راس طار. اجي اش كدي معاك هذا عنده الحمار في راسو؟ هذا الشاف بلا ما تبقى تدي عليه هذا كيعرف حاجه وحده، كنقول له ذبح كيذبح، كنقول له قتل كيقتل. غنزيدو ثلاث ايام، ما بغاش غندوزو مع لي طاب بجوج. هي اللي ما تعاودش الشاف. اش كتسناو مازال؟ دوبوا عليا من هنا. يلا نعم الوالد، الحمد لله كل شيء بخير. كدير عندك الامور في الامريك مزيان؟ لالا كون هاني غير دا في المؤتمرات ديالك. شكرا الوالد، الله يحفظك. الله يعاون الله يعاون. اش هادشي واقع؟ شكون هادو؟ ما كنت باغي نقول لك والو المعلم. هادو هما دوك صحاب داك خوينا اللي مشات ليه الطوموبيل. ما كاين لا موطو لا والو، ما داو في هاد الحالة. ما كان عالمني خاطري. ديك المرة فاش قلتي لي لا راه طوموبيل لا ما عطاش. يا قلتي لي ديكلاريتو وساليتو الشغل. عاودي اسمع ساينا الموضوع الله يهديك المعلم. دابا عاد بدا الموضوع. دابا عاد وقفوا ديال بصح. قال لك يا 30 مليون يا الطوموبيل. 30 مليون؟ والله واخا نبيعوا هاد الكراج ونبيعوا براركنا كاملين الا صورنا 30 مليون. شتي على مصيبه كي دايره؟ منين غنخخر عليهم دابا 30 مليون منين؟ السي انا هادشي راه ماشي شغلي فهمتي؟ فك لي هاد الحريره وساليها لي، انا ما باغي صداع في محل. ولكن انا خدام معاك المعلم، خاصك تعاوني نلقى شي حل. وشوف انت تعرف اللي كيهمني انا انني ما بغيتش مشاكل في محلي، فهمتي ولا لا؟ ما حالك عندك شركه ديال الصابون البلدي؟ انا ما قادرش على هاد باشا. مع الناس مع المعمل. 30 مليون بزاف اخي كويكا. هاي انا هذا عطاك الريس راسك. انت 30 20 حتى 10 كاع عماد، عمري ما نقدر نجمع لي هاد الفلوس هادو. انت واش حنا في السويد كي غادي نجمع لي هاد العاقه كامله في ظرف صغير؟ هو كي غندير لها ولا عطاك شويه الوقت اخي كويكا بين ما نفكر وكذا. انتينا عزاله من الشيطان. كيعطيني 100 عام 150 عام عمرني ما نقدر نجمع لي هاد الفلوس. عاد شدير تعمر واحد ورقة اللوطو وربحها بالزرب سهل. وانت سير تقود انت السطر اللي كنعاود لي مشكلة قداش وكيقول لي عمر اللوطو بقيت باش تخلص لك انايا. ما تعصبش خدم خدمتك انت تعصب انت كدير هذاك المريض وهذاك قال لك اللوطو اللوطو ما عجبكش اسيدي لقاو لك حل اخر مثلا ها واحد اخر بانكا ها دخل لاكاس زلاقة شدها بزريه وخرج معايا الباب وفلوس في جيب هاد سهله. شتي دابا انت كتسط عليا كتفليب عليا انا واحد مع اولويز ديال مالتي ما كانش يلعب زز. واش انا كنقول لك مشكل نقدر نمشي فيه للحبس وانت كتصيح عليا في النمل كتساوي معايا في الهضاب؟ تجينيش انا صاحبي قول لي قول لي شي حل اللي نقدر نديرو. ها واحد اخر سهله هادي دخل لاشاط نصب على شي قاوريه العاقه ف غندبو على قاوي كاع ساهل قاوي مزيان فيسلي وانت قول لي شي حل وباركه من الطبيعه يجي والو. ها واحد اخر طاح ساهل هذا ديال داكشي ديال الافلام وبفري كاينه بيع شكل واخا كويكا المشاكل تحلات عاوتاني هذي يا خير سهله شبالك دابا انت شاي جوان فشاخه بدهم باغي تفعل لينا بكاي وسير تقود فهمتيني
تفاي جاك ما ديما نقود بها انا كاع. مرا يا ضد كويكا لا ولا حنا كنقلبوا ليه الحلول هو مصاب كان هيطيح عليه الجوا مسخوف. يا والعالم يا العالم وعلاش نطولوا في ليال يا والعاشق بعد وهداهنك يا رقيقة الوشام يا الله الله يا حنا واللي مريد اش يداويه قطيطة ديالي يا ويلي بسم الله عليك كبيدة ديالي انا كنموت عليك انا وعارفك انت كتموت عليا شكون اللي قالها لك قول لي يا حبيبي بغيت نسولك سول ما لقاش عند والديك واحد 30 مليون باغي ندير واحد لافير خامسه اول على 30 مليون الله انت ضحكتيني والدي يكون لقاوك كنا تصوروا معاه بعدا زعما والديك ما عندوش 30 مليون واخ 30 مليون ما كايناش ولكن حتى يكون شي بلان واحد اخر شي ارت شي كونت بونكي مقفل مزيان شي ذهب شي سلفوني ندير لافير 6 شهور نرجع لهم فلوسهم دوبلي وفين عمرك شتي توجطاتي فيها شي ذهب فيها شي ارض ياك عمرها حفاري اجي اش من عفر باغي دير عندك تضربها ليا بشي حرقه وتخليني انا بوحدي هنا ها هما اللي غيحرقوني الا ما عطيتوش فلوسهم فهاد السيمانه فوق شويه فوق شويه ولي شكون هما ماشي شغلك اش من زبله درتي عاوتاني ما عندكش 30 مليون سدي دقومك ورجع لهاد اللعاب ديالك دير والو يا سكتنا ونوض شوف شكون كيدق كيدق شي واحد ياه قاعد انا نمشي نشوف شكون يلا وسالي عليا من هادشي سالي عليا من هاد اللعاب ديال والو اي واحد لقيتك انت مطفر ونوض شوف شكون اللي كيدق قنص ناقص تفو بلاتي يا ويلي السيد تسطع قال لك 30 مليون وانت هادي نكته يا والعالم يا العالم يا علاش نطولوا في ليام السلام عليكم السي عز الدين امولي الخير لاباس عليك لاباس وقيل عرفتيني عرفتك سي المنجار اش بغيتي وهذا راه مول الكرا هذه راه 5 شهور وانا صابر عليك واليوم امولي الخير اليوم غتعطيني فريساتي ولو طارت معزه ولا العساس اليوم غندير رزقي انا عندي بزاف ديال المشاكل عصابه تبعاني تكفصوا عليا فهمتيني يعني غارق بالمشاكل الفلوس ديالك ما عنديش دابا غتعطيني شهر ترجع غنعطيهم لك تفهمنا اسمع مولاي راه ما كاين لا شهر ولا شهرين ولا 3 شهور انا اللهم لك الحمد ربي يمسك عليا مشيت للحج مجوج 3 العيالات عندي رزقي وعندي خيري في امل الله وحفظه دابا الله يجازيك بخير وبالتي هي احسن غتعطيني فلساتي واش تصاحبي ما كتعياش من هادشي واش ما كتعياش عندك 3 الفيلات و3 الطوموبيلات و3 العيالات و3 الكلاب كل حاجه عندك منها 3 حنا ما لقيناش 4 ديال شي حاجه دابا انت عندك القمومه ياك ملحق دير معايا واحد البلان سي المنجار الله ما تندم عليه بالله الله يسمعنا اخبار الخير غادي تسلفني واحد 30 مليون عندي بها واحد لافير خامج لافير داك الشيء اللي قوي طالعه نازله هذه هي اللي عجيبه هذاك الشيء اللي بقى خصني صافي دابا عجبتني الحساب تحبلاتي اتبعني يا صاحبي هذه زافير هذو خصك ديما تحل عقلك غادي نشدو الحوت السردين غنصيفطوه ميت غير جحي ماشي هادي 6 شهور نرجع لك في زاد ديالك واش كتهضر معايا بعقلك ولا شنو شنو هادشي هذا راه تخر ديال هادشي اللي كتقول لي هذا راه الحماق اش كتعهد عليا علاش انا فلوس زياد ما عنديش غتمشي في حالاتك ياك وشهر ترجع نعطيك فلوسك يلا وصيت توضا وضو واحد الجركيعات يخف عليك راسك وطلق مني انا ما تبقاش على الضوض وتجي تطقلق عليا هنا يلا تهلا حسبي الله ونعم الوكيل
شكون دابا في هذه الحاله؟ شكون شكون دابا في هذه الحاله؟ كنت انت حاضره كيف هذه الحاله؟ شكون شكون هذا الكلاب هذا؟ شكون انت اللي تعاون بالله؟ صافي سير تخاودي فيك. داروا لي هذه الحاله كلشي منك انت. هي غير سمع عليا سمع عليا سمع عليا سير 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 تخوض علاش سير سير تخوض فحال تروي على شي حالة وسطونا هاد الكلاب هادو. شكون دار هادشي؟ شكون؟ زهر عاودي لي شنو طرا. انا ما عارفاش شنو طرا. كنت جالسة واحد شوية ويتهز الباب ودخل واحد يدي خلعو كتفوني وطيحوني في الأرض. شنو داولك؟ طيحوني وبداو تيركلو فيا وتيضربو فيا وكل واحد مني كيركل. ممسوكش شي بلاصة زهرة؟ لا غير بقاو تيشفو. زهرة لا واش ممسوكش شي بلاصة؟ لا ما قصونيش ما قصونيش. هزولي ولوحوني في الزنقة والناس كيشوفو. واحد شوية هما ركبو في الموطور ومشى. المشاكل ديالي معاهم زهرة غير بوحدي. دي ما كانش خاصك تدخلي في هادشي من الأول. قولي شنو طرا؟ قولي شنو كاين عندي؟ ما كاين والو، عندي مشاكل غنحلهم بوحدي. انتي غتجمعي حوايجك ونديك عند والديك ومن بعد غنعاود ليك. عافاك لما قولي. قلت لك ما وقع والو، من بعد غنعاود ليك. جمعي حوايجك ومن بعد غنديك عند والديك. وحيد لي هادشي. لا 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 شرباتك هكا شرباتك قاعدي خلي مع الوالد واحد شويه. كيفاش قاعدي؟ وقت لك تقعدي مالك تجيك من الجهه قاعدي خزيتي قاعدي خرج عاود تجوبي له الهضره قاعدي طرت على قاعدي جنابك خلي مع با قاعدي لوبا في المنزل قالك تخشي فوجك والله قالك طاحونه تي قال خبز ديال العالم كليتيه الوالد. اما ولدي احتاج ليك الوالد عندي واحد المشكل خايب بغيتك تعاون معايا. خايبة؟ اه. شي ناس كيتسالوني فلوس. اه؟ فلوس صحيحة كيتسالوني. اه فلوس صحيحة شنو؟ وقالوا لي خاصك تجيب لنا الفلوس تكافصوا عليا، تكافصوا على مدام ديالي، وشوا لي الدار، وقال لي ما شتلهم فلوسهم غادي يقتلوني. بغيتك تبيع هذاك البقرة وتعطيني الفلوس. شنو؟ تبيع البقرة وتعطيني الفلوس باش نحل المشكل ديالي. ما بيعش البقرة. كيفاش ما بيعش البقرة؟ ما بيعش، فين غنمشيو حنا؟ وانا حياتي كلها وانا مكلف براسي. دابا انت جيت لك لا. وانا بالي نبيع البقر باش تكون انت على خاطرك. وذاك البقره ديال الوالده ديالي. اصبر الوالده ديالك الله يرحم الوالده. الله يرحم لك الكتيه. كي دار داك الشيء؟ الوالده دات واه. الوالده هي كتحضر كانت كتشري. وهي كتصرف فيها المخيه هذه. اصبر البقر. ما بعت حتى شي حاجه. شوف الوالد. شوف سامعك. راه المخزن كاين. شوف كاين المخزن. راه المخزن كاين. كاين المخزن لا والد. اش غادير؟ انا كنعرفش غادير. شوف. واعي بارك الله سمعتي انت. دابا انت قتلوا امي. ما قتلتيها انا تبعني انا. انت قتلتيها. دابا قلت لك صيفط عند عديد. صيفط عند عديد. شوف 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 غنغرق سمعك الوالد. غنغرق سمعك الوالد. واعي بارك الله سمعك. ما سمعتي انت. ما غنغرق سمعك. ما بعتي شي حاجه. قتلتي يلا. قتل المعوق هذا. قتلني. والله قتلك بالله. قتلني انت هو المعوق. والله قتلك بالله الوالد. شوف الوالد. غنغرق سمعك الوالد. غنغرق سمعك الوالد. شو أربعة دي سلغمية ما دردو تعازة تو واحد ما زعمية كل هم وراكم شتي الشوفة الكبيرة ديال بزاف جامايكا مقلت المرأة من السقا مع الحيط
وخدام عليه نص هو كيبوس. ايوا الدريري عنده الموتور صغير هنا عندي الوقت ديك الساعه سق صاحبك اصاحبي ببوجه طيفيني قيلي 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 خرجيلي وديناتك عالم ما فيه فرح ديك الساعه شوف مع رويبا رويبا راه حرق يا رويبا يا مشاف كيفاش مرت الميكانيك زامتي ولا والو الشقفه عندك هذه عند الموتور نحيه ما كاينش هو انا شكسبير كاين شي ولا الفرشي صابوا الحجره عصابه عندي القرعه السلويه عصابه عندك فاشله شوف عطي واحد 3 ايام ويكون خير وحنا القيامه اش كنديروا في الدنيا هذيك كنديروا على الخير ياك يا ربي يا ربي تقبل هذا الخير اللي كنديروا يا ربي بحال بحالهما روي با تكيس على الطوموبيل صافي الشافه مشي 40 تكيس على الطوموبيل الله ينال حياه امك تحيد من قدامي يا صاحبي حيد كويكا اه واكويكا نعم طلع طلع من الدار معك طلع وتحرك جلس جلس غير قول لي يا دابا خطره الماتر خطره الخيل واش هاد الكراج عندي ولا استوديو تاع افلام تاع الكوبوي ولا اش قال لك راسك الله المعلم ما بيني وبينهم شي حاجه بالله ما بيني وبينك المعلم الزازر هذا اللي في راسي ما بقيت لا كناكل لا كنعس وترد لهم قص درتهم وهنينا وهني راسك من هذا الصداع كله الكلام كتقول المعلم واش قصدي غاديرهم عندي شوف انا واقيلا انت راه غاطمعطي في الحديده وانا كنعرفك عزيز عليك الحديد بزاف وزاد 15 عام هذه وانا خدام معاك عمرني اديت شي واحد عمرني ظلمت شي واحد عمرني جبت شي صداع وانت فعوض توقف معايا وتعاوني ما كتقول لي هذه الهضره هذه انت راه بان ليا فيك واقيلا غتزوجتي وكبرت عليك المسؤوليه وبنت لك الحديده واعره وقلتي ارا نضرب ضربتي ولكن تلاقيتي مع راجل امك شنو هو؟ قلت لك تلاقيتي مع راجل امك هذا هو اللي غادي يفضيهم لك فهمتي؟ راجل امي الزمل قوات فرق راجل امي ها راجل امي راجل امي انت قلت لك تفرق معاه تفرق امك هذو في عينيك تفرق معاه راه تدري راجل امي انا راجل امي انا تدري انت تفرق امك هذو في عينيك قولي عطيني تفرق معاه قولي عطيني تدري راجل امي تدري قلت لك تفرق معاه يا بنت تفرق معاه شي جيب لي تدري هما الاولين واو ما الاولين وقلت لك سير جيب لي انت هضري سير جيب لي انت هضري تقعد على خر ايامي يجي كلب تاع الخر يخري ضربو انا وستمع علي الله يلعن الحمار بو ولكن هذاك القيامه هو اللي غادي يخرج على امه والله يا مو الترطيله ديالو تتسالي بو بنادم كي داير ياك اش شاولاي انا نديك طاقم تزحي واحد شويه انا غنجي نديك انا خايفه عليك عزيزتي ما عندكش تخاف هذاك الصاد ديال القيامه غنعطيه فلوسو وغنعطيكم البيت وغنفدها الحياه هادي ورد بالك ما تخافيش انا كيقولوا عليا دوبرمان اش كيقولوا عليا وإلا مشيت حتى عشت في الكيابي
ما عندوش كان ديك ما عندوش شاهد قبل ما تموت عندك شي إهداء ولا شي كلمة لشي حد بوي اطلقنا كاش كاش دابا يلا الوليدات بوسو بوسو ممكن نتفو باغي نتفو نتف كيف ما بغيتي ضريف 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 يلا دي معاك هاد السوفونير هذا هو الاخر يلا ديال الكلوه مال الكلوه كيفاش اللعيب كنت عارفك غادي يعجبك شي حل من هذوك الحلول اللي عطيتك اخي عيسى المسيح عباد سهل اخي كويكا شوف شي واحد مريض كلاويه مفضيين غادي الموت نيشان غادي نبيه للقبر راه غيبغي كلوه تبيع ليه ديال واطلب اللي بغيتي والمشاكل تفكات صافي قول لي دابا حنا عندنا جوج كلوات يا لا سؤال عاوتاني واحد بس سولتك جاوبني ونقدروا نعيشوا غير بكلوه واحده عاوتاني نفس السؤال عاوتاني ذوك الاسئله الغبيه ديالك زدتي فيه باقي عندي واحد السؤال واحد شنو نقدروا نبولوا بكلوه واحده هاي اختي سيسر خليني نخدم سير وخصني نسولك اخويا عماد صحتي هادي يا صاحبي هي صحتك وانا عارفه وليدي بحق الصحه ولكن 120 مليون راه بزاف اوليدي وحنا ما عندناش 120 مليون الحاجه هي هادي ها كلوه هادي وكلوه اوريجينال باقا مزيانه 120 مليون هي هادي حنا كاع غنتعاطفوا معك لالا ونديروا معك المزيان غنخليوها 100 مليون شوف اولدي الله يرضى عليك انا نجيك بصراحه انا هاد الولد اللي عندي الوحيد وغادي نبيع الدار ان شاء الله باش نعملوا العمليه ونتمنى على الله تنجح اللي عندي هو 25 مليون تا 25 مليون ما دير لك والو الحاج تا كلوه هادي كلوه اوريجينال وكلوه ديال مغربي اش غدير باش نفضيو هاد المشكله هادي بلا ما نبقاو نتبيعو نشاو هنايا غنخليوها في 40 مليون 40 مليون مسدوده مجموعه باينه شتي على 25 مليون ريال ما عندي باش نزيدو لك وزعما غنبداو نتبيعو ونتشاهاو كنبيعو ونشاو في الثوب هنا غنبداو نتشاهاو على كلوه 30 مليون والله ما نقص لك منها ريال بالله الوالد قلتي كون خليتوني نموت حداكم ما عندي ما ندير بالكلوه ديالو الله يحفظك لا وليدي لا ما تقولش هاد الهضره برا ولبس عليك ما عندي ما ندير بالكلوه ديالو الوالده لا وليدي ما تبقاش تقول لي هاد الهضره ما تبقاش تقولها
نجيبوا لك دابا تاع قصبه تقبوها ونقلبوها حنا هنا نوليو في قنازه في الهند هذا. انا عطوك كلوه كون كلوه مزيانه تعيش بها واحد 6 ايام. خلينا نتفاهموا مع باك. وما عندي ما ندير بالكلوه ديالك ما كتسمعش. الكلوه ديالها مزيانه لك. اه ولدي راه الولد عندي مريض قدرت تطعن فيه. طب انا اش قلنا ليه دابا؟ ها هو بوحدو قال لك لا بلاش كيتبون باب بوحدو. اش قلنا ليه حنا؟ صافي دابا. المهم انا عندي شرط. دابا عطيني 6 ريال وزيدها بالشرط حتى هو. شنو هو الشرط؟ العملية غتكون في سنغافورة. فين؟ في سنغافورة. يلاه ها ودي جبد لي هضرة مع اثنين كيجيب هضرة. شنو هي سنغافورة؟ العالم ونورج العار. سنغافورة هي دولة في آسيا. العملية تيعملوها دغيا دغيا. وما تيخليوش تساين 4 شهور في الرونديفو. في أسبوع تيعطيوك الرونديفو. على التيم تبغى دير هاد العملية بسلامة. في هاد الأسبوع، في هاد السيمانة. في هاد السيمانة. أي في هاد السيمانة. طوب أنا غادي تبنجني، غيحلوني عندي سلسلة هنا، يحلوني يجبدوا كلوة يلصقوا لي هو. أش حنا مالنا على صداع الراس دابا كاع؟ مالنا كنتقبوا في دماغنا فابور. علاش حنا غنمشيو لهاد سنغافورة والطيارة والوقت وما عرفتش شحال من ساعة ديال والفلوس والعذاب. نديو البلان كله هنا. العملية كلها نديوها هنا في المغرب. وفي المغرب خصك 4 شهور، 4 شهور! وفي المغرب خصك 50 درهم، تعطيها لذاك الفاملي، دور معاه، ديك الساعة يحل لك، ها جنويتو معاه، عنده الدواء وعنده كل شيء. طيب هذا راه محلول، سير قلب المغرب كله، عام محلول وغادي. غادي محلول. المهم، شي حاجة ما قلتها لكمش، ومهمة هي التوقيت. الفرق ما بين سنغافورة والمغرب 7 ديال السوايع. إلا عندنا حنا الوحدة، هما عندهم 7 ديال الصباح. دابا إلا كانوا هما في غدا كنكون واقف في الباب. لا لا بلغتي. لا هما البارح حنا اليوم، ولا هما اليوم حنا البارح. غيتوصلوا لكمبوديا غادي يعطيكم ليسكان. حيت الفرق ما بين كمبوديا وسنغافورة ساعدين 9 ديال الطيارة. غيتوصلوا ديريكت للسبيطار. كاتب لكم كل شيء تما في الأكل. شنو كدير؟ البوينت هادي. درتها باش نتخلط معاهم. اصحاب لهم قهوه شي بلان فهمتي؟ صافي ساليتي الكار ويلا ندخل. لا لا ما غندخلوش دابا باقي الحال. غادي نمشيو ناكلو شي حاجه ونشوفو التيتيز كي داير. قلتي غتخرج تكيف ولينا في الناكله ولينا في التيتيز تابعنا طياره اخرى عزيزي. انت يلا صاحبي نمشيو نشوفو التيتيز ديال البلاد كي داير. بيك انت مجوج. مجوج انا في المغرب ماشي هنا. اخويا تتخرجوا بلا تتسيفوا. يلا ندخلوا نقصوا لداخل وشدوا. تاع اسعفني وخلنا نمشيو نجيب. ها هو الطاكسي ديالك ماما. ها هو جا قد قد. بويا ونجيو اسعفني اسمعي اسعفني. واسعفني يا صاحبي الله يهديك زيد. الو. صرفوا 12 ريال كامله نتغداو بها. تنصرفوا صاحبي نخليو واحد الايام
شحال خصو حنا؟ راه 60 دولار هذيك وفلوسهم ما عندنا ما نديرو بهم في الصنافه. انت مال 60 دولار يا 12000 ريال في المغرب، اش غدير لينا؟ غدا انت ب 12000 ريال؟ غنخليو عندنا الصف. شوف اسمعي يا خصو، خاص خليني نتكلف. العشيره صافي لينا هادو الله يرحم لك الوالدين بالفلوس ديالكم. ما تفهمكش تدوي. صافي لينا هادو بالفلوس ديالكم. كامبوديا ماني، كامبوديا ماني، كامبوديا ماني. ثانك يو. بان لي هاد اللعيبه زوينه نتغداو انا لا ما نبقاو ندورو. اش نقول لك؟ حنا غادي نتغداو شنو نتغداو؟ نشيو صاحبي عويصير دكو به لعاقنا ونشفنا نشيو هاد اللعيبه هي شتيها فيها الحامض ولا بعض الخيار ولا بعض. غنضيع فلوس كاملين هنايا. ما غنضيع والو، هادي شحال غتكون كاع؟ اش بتجبد غادي نعطيها انايا. سوري هاو ماتش ذيس؟ 7000 انا ما عرفتش هاد الفلوس ديالو باش ما نكذبش عليك. عطيه عطيه تقول لك بارك. انا هاد الشيء. وي على الشيطان شايفان على الشيطان ويلي وان مور ثاني ولا على الشيطان وتي وجاك وجه الخير تبارك الله ودير فينا هذه الحاله زيد اسيدي زيد صافي نزيدك مازال لا لا ثانك يو الله يوعي عليك هاك ياك شريف على قبل هادشي درتي معنا نيا 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 دابا شغلناك دابا انت خويا اسماعيل شنو قال لك انت؟ انا بان لينا كنمشي صالات ونمشي نشدو الطياره ديالنا حتى صالات ناعسين في السبيطار حنا دخلنا نضربو صاحبي هاد هابي بيتزا نشوفو كي داير شنو هي هابي بيتزا ساهله اسماعيل بيتزا باينه كيصوبوها الطاليان هابي هي سعيده اذا نصوب لنا شي وحده سميتها سعيده لا حجيبه شوف شنو قال سي بن حمد هنا راه كامبوديا هادي الكومبوتش ما فيها لا سعيده لا حجيبه غادي نوقع لي بالي البلان ديال هابي بيتزا يديرو فيها شي لعيبه ديال السعاده فهمتيني كتاكلها كتولي سعيد وعلاش اخويا حنا ما نشدوش شي دو صالات نقصيهم فيت في ونمشيو للمطار نشدو الطياره ديالنا وانت غادي تشدو الطياره وغنمشيو سنكابو وغنحضيو الغاره ولكن انا اخويا اسمعي دارني راسي بغيت نشوف هاد هابي بيتزا شناهي عاد عاد لي خبر على حساب على حساب على حساب على حساب يا صاحبي ويسر اكسكيوز مي لا هضر معاه يلا لا لا عقول تا وانا نقول له معاك Could I have two happy pizza, please? Small ones? Small ones. Small ones. Thank you. عطاي في هاد الكامبودي مساك صافي ديال هاد شكال ها كيضحكوا وعلامة كامبوديا تعطينا لنا هادو خوتي راه بحال بحال جوج هما في بيتزا هاك تبعني تا في بيتزا يبان ليا غوص بقيت كنحس بهم شكون اللي دار لينا السكر؟ ما عرفتش شكون دار لنا السكر هاد البيتزا فيها شي لعيبه قصدي شنو هادشي طارق؟ يا خويا ما عرفتش بالله الضبابه ما بقيتش كنشوف والو وهاد البيتزا اللي كلينا فيها شي لعيبه هاد هابي بيتزا فيها شي حاجه شنو غادي يكون فيها؟ غنسولها سمحي اسكيوز مي هاد البيتزا شنو فيها؟ وات سين دي بيتزا؟ ماريوانا ها؟ فيها ماريوانا ماريوانا ينور
اسماعيل 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 نوض صاحبي نوض نوض ما عرفتش حنا فين مليوحين صاحبي وتنوض صاحبي خافين حنايا ما عرفتش واقيلا ما خلصناش ديك البيتزا وميلوحونا هنايا ولا ما عرفتش شناهو غابة هادي نوض 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 أسلين ما كنحسش برجلي كيفاش ما كتحسش براسك اش بغيتي ندير لك انا خويا اسماعيل نوض اخويا بالزبل لك نوض نوض حاول تكع عليا ونوض نمشيو نحيدو من هاد من هاد الغابة هادي يا صاحبي اللي تيعطيني الحراق هادشي اصبر 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 نوض تكع عليا تكع عليا تكع عليا حط يدك هنا حط يدك فين نمشيو غنقلبو على شي لعيبة حط يدك حط يدك هنا حط يدك اسمع اسمع توك توك يا دابا صوت توك توك هاو هاو توك توك شتي جاي واحد توك توك يلا نوض 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 مش تلقاو فنوض اصاحبي نوض فنوض نشوف عندو اصاحبي توك توك اصبر 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 دخيا صاحبي غيزي ما يسلاش عليك وقف 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 زيد 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 تكا عليا وزيد وقف 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 هلا وين لايك تو جو تو مايا مايا سميتها البلاصه سميتها البلاصه اوكي راه دوك توا هاد البلاصه سميتها تونيا باي نتران هان من باي دابا نهار نطلعوا نمشيو دينا اوكي 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 يا باي لايك تو ايت سام الله يحيدنا من هنا صافي طلع طلع قال لك طلع قال لك قال لك طلع صافي صافي بينا عشت فيا شت فيا يلا طلع طلع بشويه بشويه تكا يا نعم عشان غلط هذه تاك تاكلوا هادشي نتوما بان بان واخ هذا شنو هو شفته هذا سرق الزيت هذا الجراد هذا الدود هذا الجران ودي راه باين هذا الحمش لفعة ودي راه قلقعه هادي ماشي دوق هادي تخرب لا لا خويا ما بغاش والله تدوق والله ما نذوق والله ما نذوق بالله ولا جات فمي تمالي انا انا ميت ولدني كان بودي والله الا ميت يا سيدي كولتا كولتا هاهي جارنا ديالك وتسيزو يلا كنطران كنطران باه فيت اصاحبي لان شوبه بنين ويلي والله الا بنين لا, 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 لا 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 والله تذوق والله ما تحنيه والله ما نذوقها بالله ولا جات فم لا خلي دا خلي خلي الكلوه ديالي صحيحه باش نعطيها لك غادي نوحلو انا وياك في هادشي ما بارك لا والله شو جنح والراس هليكوبتير هادي واكل طواليت دابا تا هي الحقيقة أحسن من هادي صح والله غير زوينة هادي بنينة إوا صافي من نرجعو المغرب إن شاء الله دير شي 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 صناك ديال هاد اللعيبات دودة عمت كيف المغرب غنجيبو من سوق الأربع أييه دابا شنو نديرو في هاد الكايا الليل والله يا اخويا ما عرفت بالله انا داخل لي الحلوفه ديال بصح اش دير نساليو الماكله نمشيو للبوليس مول الاولين كنمشيو عند البوليس نقولوا حنا اليوم في شديه نقطع عليك نوليو في سين وجيم منين جيتو علاش جيتو ولاش جيتو شنو الحل في نظرك شنو هو الحل هو نمشيو عند القنصل القنصليه هي تفك لنا هاد الحياه هادي القنصل ديال المغرب غنقولوا ليه حنا اش وقع لنا غيدبر لنا ولا غير قال لنا شي حل ما عجبنيش هاد الحل واش غنديرو؟ الكونترول طالع العملية ديالي باقي كامل بسبابك بسباب ديك البيتزا هابي بيتزا نمشي نتوما للوالا
دابا كيفاش غادي تمشيو لسنغافور وانتوما مشى لكم الباسبورات مشى لكم الفلوس؟ انا هادشي اللي جيني عندك اوسيت باش تلقى لينا شي حل. خصنا ضروري نكونوا في سنغافور هاد السيمانه هادي، خصنا ضروري نكونوا تما. هاد السيمانه مايمكنش، حنا في كمبوديا او موان خصكم تسنى واحد دو سيمين باش يوجدوا لي باسبور. لا لا كنجور بزاف اوسيت، ما فهمتيش واقيلا. دابا انا كيفشلوا ليا الكلاوي وعندي عمليه في سنغافور هاد السيمانه هادي، وهاد الاخ اللي غادي معايا باش يتبرع ليا بالكلوه ديالو. وإلا ما درتش ماشي غادي نتبرع لك بالكلوه ديالو، غادي نبيع ليك الكلوه ديالو. خليني نكمل مع الاستاذ. كمل. غادي يبيع ليا الكلوه ديالو، وإلا ما درتش العمليه غادي نقدر نموت. راه مشكله كبيره عندكم، هاد راه حنا في اسيا ما يمكنش الباسبورات يوجدوا في اقل من سيمانه. نشوف لكم شي اوطيل بيتسو فيه واحد 3 جور، على ما نلقى لكم شي حل. حنا راه ما عندنا باش نتحركوا، ما كنعرفوا فين نمشيو، ما عندنا حتى حاجه، راه داو لنا كل شيء. نعطيكم باش ديبانيو هاد الايام وان شاء الله يكون حل. مشكلة هاد هو المهم ربوا علينا بعد عطانا الصيفي مزيان. ماشي هذا هو الحل دابا، شتي اش غادي راه غنشدو؟ خليهم عندي غنمشيو للوطيل وغنتفاهموا عليهم. ولا شي بوينت علاش ما تعطيهمش الكلمه؟ نمشيو للوطيل بعدا نشوفو كي داير اصاحبي، ندوشو حيدو لنا الحاله، نفهمو راسنا مالنا، وديك الساعه غنتفاهمو عليهم. والله لا توحشت ريحه الفلوس والله. في يوم ريحه الشيبه جالس في جاطات مادو ختها، هادو كيقولوا لي المغاربه شم اولى. القنصل هو باك، خلاهم ليك انت بوحدك. قنصل مباك قنصل، مشينا حنا هضرنا معاه فهمناه قلنا ليه شنو كاين، انا اللي فهمته وقنعته عطانا هاد الصيفة. المهم غادي نديرو لهم سيدي قاسم. لا غنديرو سيدي سليمان. انا نقول شنو غنديرو لهاد الصيفة هادي؟ شحال هاد؟ مليون. هاد المليون؟ اه ديالك. ما قلتي وهادي ديالي وهذا حتى هو ديالي. علاش اخويا انت غتاخذ جوج وغناخذ انا مليون؟ حيت انا هو اللي كنحل المشاكل، حيت انا هو اللي كنواجه بنادم، حيت انا هو اللي كنلقى الحل. انت والله الا حكار بالله، شتي هادي؟ ما ديالك ما ديالي. وديال من؟ هادي ديال الله. وكل شيء هادشي ديال الله. لا هادي بالضبط ديال الله. عرفتي اش غادي نديرو به؟ غدا غنفيقو غنخرجو غنتقداو حويجات لينا، غنشريو شي حاجه ما ناكلو، ونشوف شي خريطه نعرفو غير فين كاينين، واللي شاط بوم بوم ايتو. اكسكيوز مي سوري يو هاف تو ليف هير. واي لاست تايم يو دينت باي. نو نو يو هاف تو ليف. لا اختي كاينه العاقه، كاينه هي العاقه تيما. وات يو وان سام Do they have salad and okay. Happy pizza? Okay, happy pizza. You want big small? No, small one. Okay. Okay. Thanks, babe. Thank you. Medium, medium. Happy pizza, medium. Ah, happy pizza. حبيبة ديالي. صاحبي ما كاين ما يدانيت. اللهم بنادم يطير. كول وقيس. والله هذيك الماريخوانا اللي فيها هي اللي كدير العيب. دابا غتقول باي باي عقلي. علي سامبل. حتى الصلاد واعرة. واعرة واعرة. اسمعي. القيامة كاينة هنا. القيامة مريحة هنا. بديت كطلق بيزا المفعول ديالها. اسماعيل ما كاين لا مفعول لا والو، القيامة هذاك جالس تما. عز الدين بركة من الهلواسة وقصي باش نمشيو فحالنا، بركة. واش بالك كل القيامة كتقول لي كون خمشيو فحالنا؟ القيامة صاحبي جاي تابعني هنا. هذا راه ظني كنسواس في ياسر. ويه هاد 19 باغي عندي، وسكرص عليا في الخميسة جيت تابعني لهنايا، اش باغي عندي يا صاحبي؟ وبربي يا اسماعيل تنكبتها معاه في هاد كمبوديا. جات كمبوديا والله تنا البج على قبله بالله، شوف انت ما تدخلش، انت تخص راسك اسماعيل. ماشي سدين اش كدير؟ سدين واش انت جاي تبعتي لهنايا؟ واش تبعتي من الخميسة؟ طق من الراجل، الراجل طق من الراجل، طق من الراجل يا صاحبي. واش ما تشوفش راجلي؟ فين هو القيامة؟ سوري سير. اسدين راه خاصنا نلقاو الحل، هاد الشيء ديالك راه طلع ليا في الراس، ما بقيتش قادر نصبر.
راه كون عرفتك دايرها هكذا ما غنجيش معاك المغرب من الاول صاحبي ما غنجيش معاك. انا راه كنموت راه خاصني كلوه جاي باش تعطيني كلوه ماشي بقى مفكك يوميا والمشاكل. ومخوتا بي حنا غير هابي بيتزا هابي بيتزا ما يجيش صاحبي ما تبرايش ما يجيش ما كنبقاش فيك. وجبت لك تصهر عليا ما كنصهرش عليك ولكن كنقول لك خاصنا نلقاو الحل وحبس التبرايش ديالك صاحبي. باغي الحل؟ اه باغي نلقى حل راه عييت. انا نقول لك الحل شنو؟ الحل هو ما كاين لا كلوه لا زيتي سكين. وانا غنمشي في حالي نقلب على اوطيل واحد اخر صافي. السلام عليكم. وبوشات وبخير ومدام حدايا تولينا انا عند الجنسة وعطينا صاحب الزيت والزهر والبق وقبل عباد لك يخليوني بيعوا ما كان شي كامل سبب ولا تحيا انا تحيا موت بهذا الشي كامل. انا غادي نبيع كلمه ديالي غادي نعطيه 30 مليون ديالو ونعطيه طوموبيلتو ونفكر فينا اشياء البتي في دابوس هي دابوس ربي شي كاس صباحك صاحبي معقد معاك خلينا صاحبي نشاركو الطعام معاك في هاد الساطا هادي وما تفرح ما تخلي مني فرح. شو العشية كيدير شو بنتك دابا انا خاصني غير نفرح سير صاحبي دير هادشي كنت خليني الناس والله العظيم انت مايض عندك العيبوش نايض لك فراسك صاحبي مايض تانيت في دماغك مايض قولي لي قولي لي عشية معقد هذا مغربي معقد قولي لي بالكمبودية نايم 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 قولي لي لاش تخرج ولا نقود معاك السوايع صافي 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 انا نعطيوك كل وقع وما نقصوش واخا علاش غير نمشيو نشوفو فين نتكاو سمعنا سمعنا خو سمعنا شوية شوية الشيء شوي شوفي يا خصك اليوم تكوني واو شي بون هاني هاني شي هاني وش خصينا هذوك البارح بالليل انا ناس ندخل عليا لبنت صاحبي اش بغيتي ندير لك ودير شي قنطه اخرى صاحبي انت راك عارفني ناس تما صاحبي اسمح لي بغيت كنضرب الطاسام غيبت مشى ليا لايزو بانت ليا وانا نسوقها جبتها معايا نزيد واحد القضيه اخرى قلبت لقيتها ولد ماشي بنت كيفاش ولد واش انت جايب من تقرطاسه وكتقول لي ولد وهذيك الساطه اللي كانت معايا قلت لك ولد ماشي بنت دابا هي من الفوق بنت ومن تحت دري اياك ليدي بويز هاد بيريك والماي كاب وتواش وتستاهل اخي انت اللي كتقلب عليهم لكن واخا هكاك عرفت القوالب ديال البلاد كامله حفظت الكودات وفهمت كل شيء هي المشكله اللي كاينه
انا ما بقى عندي التاريخ. ويلي قال بغيتي داك الشيء كامل البارح. مي وشنو غنديروا دابا باش غندوزو السيمانه؟ غادي نلقى شي حل. ميكانيك اذا كوزينز ميكانيك واحد عاش خديمه اذا كوم هير ميكانيك كوم هير فور بيير از ا جوب جوب ا نوت جوب كومينغ لايك اوكي قال لي الا بغيتي شي خدمه تقلب بلاصه اخرى اوكي ما خصوش وقت. ثانك يو ثانك يو يخدم معاك دبر معاك اي مصاري يلاه ما بغاش اصاحبي نو ما تخلصوش اي از نو غانا بي قال لي الناس والناس يا صاحبي حنا في هذه يلا يلا في حالنا يلا اوكي ثانك يو فيري ماتش ثانك يو ثانك يو الحمد لله شويه بالنسبه للباسبورات حاولت درج لي ولكن ما يمكنش يوجدوا بهذه السيمانه لهذا خصكم تستنى واحد كان جور على ما يوجدوا هذه السيمانه كما قلت لك الشاف راه ما يمكنش انا خصني ندير العمليه هذه السيمانه بالنسبه للعمليه راه قلت لكم حاجه بغيت نمشيو عند هذا السيد هذا الكارت ديالو راه كاين مدينه اخرى مغربي غتمشيو عندو مدينة أخرى سي مريب غتشدو كار 5 سوايع باش توصلو لعندو غيديكم عند واحد الطبيب اختصاصي في هاد العمليات ديال زرع الكلية وداكشي هو راه غادي يتكلف لكم كلشي تما مشكل انت في كاين المشكلة اسماعيل في كاين المشكل واش القنصل ديال المغرب عطانا رضايز ديال الطبيب غنشدو الكار 6 سوايع حنا عندو غنتبادلو بالكلوات احنا ناضين عزدين انا راه ما يفهميش الكار 6 سوايع ما غنجي نوصل تما حتى نكون مت صاحبي تا فين غتموت تا راه ماضية ديال الله طيب هذيك اصاحبي واش انت ما كنا ضربناها وهادشي كله داز علينا هاد العذاب وهاد المحين وفي الاخر سمحوا في كل شيء غير عقلك اسمعي انا كنا خليتي لا بابا يو نيد توك توك يو جو كلين فيا هذا مالو عاوتاني قال لكم واش نمشيو لكليفين حلبات القتال شنو هي كليفين؟ حلبات القتال عندهم انا داكشي كيفاش حلبات القتال؟ نمشيو نشوفوا كي دايرين شنو هي حلبات القتال؟ حلبات القتال فين قتلوا بزاف ديال الكمبوديين هنايا صاحبي نمشيو واش نعرف حتى المغاربه كيفاش ماتوا بقى نعرف الكمبوديين كيفاش ماتوا شوفوا شويه ديال لاكولتور ديال كمبوديا حصلنا حصلنا في هذه البلاد يلاه نمشيو مالك اصاحبي معكس زيد اخويا زيد زيد En 1980, 86 chaniers des 129 que compte ce site ont été fouillés et près de 9000 victimes ont été exhumées. Les ossements encore recouverts de matières organiques ont dû être séchés et nettoyés avant d'être prélevés pour être examinés et présentés au public avec tout le respect dû aux victimes. Les ossements exhumés furent empilés non loin d'ici. Aujourd'hui encore, le sol renferme des fragments humains. Les crânes et les ossements les plus grands ont été placés dans une construction temporaire en bois jusqu'en 1988, date à laquelle a été érigé le stupa dans lequel ils sont désormais conservés. La remise qui se trouvait ici autrefois servait au rangement de matériel agricole et d'outils divers. Sauf qu'à Tchung-Ek, ces outils étaient utilisés pour tuer. À Tchung-Ek, les Khmer Rouges n'utilisaient pas d'armes à feu pour abattre les victimes, car les balles étaient chères. Les détenus s'agenouillaient devant la fosse qui allait leur servir de tombe. Puis, ils étaient battus à mort avec n'importe quel instrument, pourvu qu'il soit disponible et bon marché, hache, houe, essieu de char à bœuf, tige de bambou, marteau et machette. Ah, ما تخاش في البيتزا في هاد المدينة تقول لي فادي العود جبتي لي الضحكة والله ما تخاف في هاد المدينة هزو الساكادوات يلا بينا لكمبوديا مع اخوانا معانا وبودا حتى هو
تحمق ولا مال. السلام عليكم، انا نطلع واخا تكون الغوق ديال البيه نطلع، وهذه هي بالذات البوره. ما كتسالاش اصاحبي، والله ما كتسالاش. حنا راه غادي نديرو عمليه، ما غاديش نتكيفو داك الزبل. ويه غادي نضرب واحد الجابوق مزيان ديال الماريخوانا، الطبيب ما غيوحلش معايا في البنج دغيا غنغيب. ما غاديش نشد فيك البنج اصلا، الطبيب هو اللي غيدير لينا البنج. اش نقول لك؟ عمرك قلت لي علاش باغي تبيع الكلو؟ ويلي اصاحبي، طيارة كاملة والطيارة كاملة، وانا كنخطب عليك والقيامة، وكنعاود لك على القيامة، ودير لي القيامة، وفعل لي القيامة، وباقي ما فهمتيش. عارفك كتخاف من القيامة وشنو دار في القيامة، ولكن راه ما عارفش العلاقة ديال الكلوة ديالك مع القيامة. العلاقة ديال القيامة مع الكلوة ديالي، القيامة عند واحد الطوموبيلة اونتيكيد، جابها لي الكراج في الخميسات، قال لي هادي خاسرة فيها شي لعبة، المعلم شافها ما بغاش. انا ديتكتيت فين كاين الديف، قلت لي شوف غدا ان شاء الله جيت تلقاها واجدة. حليت خرجت جبت الدورة، رجعت ما لقيتش الطوموبيل. سرقات؟ ما فهمتش اخويا اسماعيل، واش تسرقات، واش طاعت، واش دارت الجناوح، واش تسرطات، ما فهمتش. ما ديكلاريتي للبوليس؟ ما تاش من البوليس، تصاط القيامة بواه كيحكم في الخميسات وفي المغرب كامل، ما كاينش اللي يقدر يهضر معاه، وهو براسو القيامة عنده عصابة. شدوني تكرفسوا عليا ديال بصح، قالوا لي تجيب لنا طوموبيل اونتيكيتي، يجيب لنا 30 مليون. ضاقوني، رجعوا لي حياتي عذاب، ويجيني هذه الفكرة هذه ديال الكلوة. قلت نبيع الكلوة 30 مليون نعطيها لي ونعيش انا بكلوة واحدة. انت مزرف على مولانا، اش غدير؟ اجي وانت تا ما قلت لي على جدوك والديك مساكن، باعوا الدار اللي عندهم اللي كيكسابوا، باعوا كل شيء وطبوا على الفلوس باش يشروا لك كلوة باش تعيش. ماشي والدي ديالك. كيفاش ماشي والدي؟ هم ربيني. ايما ربيني كصاحبي، وداو معاك هاد لوجيست هذا كامل وهاد الخير كامل. باقين ولاد الناس اخويا اسماعيل. خيس خيس على برا، شوف 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 كيبان لك على برا، كيبان لك دوك السيطان ضابين، دوك لي زارات ليمونيين. اجي نقول لك، ياك ما يكون اخونا صيفطنا البورما وحنا جايين مزرفين. لا زعما عند دوك البوديين اللي كيقتلوا المسلمين هذوك. لا ما كاين لا بوديين لا والو، بوديين كاين في اسيا كامله، ماشي في كام بودي ولا في بورما، فهمتيني كيفاش؟ وهذوك ديال بوما هما اللي قباح مع المسلمين، اما هاد البوديين ديال كمبوديا مزيانين. شوف اصاحبي كي غاديين ترونكيل بيس اند لوف، ما كيتحركوش. عرفتي شنو غادي دير باش نتفاداو حنا هاد المشاكل كامله؟ فاش غنهبطو عندي واحد البلان واعر. شي بلان نيت تبعني وماشي شغلك.
دابا غنتخلطوا معاهم ما غيعيقوش بينا. ايه انت مونتيني راهي جاي فيكم الصاف مار سو توا كي تا بين نمشيو شوفو تبعو يلا غادي بينا تبعو ونشوف يا موتا سافيتا ويتا وارهاتا وساما سامبو تيسا يا موتا سافيكا ويتا وارهاتا وساما سامبو تيسا يا موتا سافيكا ويتا وارهاتا وساما شنو هنا مدين قلسة صاحبي وسكت جابنا سيد قلسة وسكت وحنا كنصلاو واعزين يا رياح على ما يجي السيد رياح وسكت كنديرو فحالهم دير دير يسكت واش تصرف حتى هنا ولا كيصلي بيهم واش يتابعني حتى هنا واش ولا كيصلي بيهم اصاحبي دابا واش ولا بودي دابا شكون هذا ولا بودي دابا حسني رايح شفت ولا بودي دابا حسني واش كيصلي بيهم اصاحبي شوتينا طلق السيد اصاحبي اش كدير اش كدير باغي اخوانا الله 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 اخو اسماعيل الله العذاب هذا العذاب العذاب عييت خلي في مزيك كلشي انا جلس جلس تزقلنا اخو اسماعيل تزقلنا كانوا يقتلونا هاد البوديين علاش كانوا يقتلونا بسببك لا فوت ني خلو ما صاحبي يصلي وسكت لا فوت ديالي اخو اسماعيل ولكن انت بقيتي مع راسي الحلوة انت دابا انا شوق عليا مع داك الجوان تفويقه ديال هذيك المايخوانا وبان لي القيامه نيشان ولي عاوتاني هاد القيامه غنبداو من الاول القيامه ما كتساليش اصاحبي هاي 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 على الدارجه السلام عليكم الله شبه تبقيتي لنا حتى من البوديين البوديين اصاحبي على السلامه ديالكم الله يسلمك كيف نتوما بخير مالكم صدومين فشي شكل هادشي ولا هادشي هو اللي داير في هاد الدوله اللي دي بويز موجودين بزاف انا في كمبوديا ويلي ما تلاقيتي حتى واحد لقيت واحد لقيت واحد ديتو معايا زعما بغاش ياك وعجبك مزيان اجي وانا لا انت غزال اخويا اختي خويا اختي حنا راه جينا نمشيو عند الطبيب وفراسي عيطوا لي عيطوا انا توحشني ريحه البلاد ويلي هو صافي يلا يلا هو نوريكم الطبيب نعاونو عاونو هو حيت هو عيان شويه يلا لا 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 انا قال لا انا عاونك ما فيها باس ما فيها باس نوض ما تخافش منه اصاحبي زعما زعما عاود البلاد هذا راه حيد البلاد لا باش عليك قاد نتمشى حيد يدك كتشوف الطبيب اللي ماشيين عنده دابا من احسن ما كاين هنايا وفي العالم وجميع الاجناس كيجيونا عنده هنايا وانا واحده منهم شوف انا راه باغيك تدينا الطبيب السبيطار والله يتبعني غير يتبعني اقا صاحبي اسكت شويه ستي عارف اش كيدير اسكت شويه باي هكا كان باي يا انا شامبنا يا هكا يسانجا يا شامبنا يا اسمح لي انا راه باغي نمشي للسبيطار عند الطبيب ماشي عند الشاب اسكت شويه صاحبي ومي جبتي هذا ماين تفوز انا كان سامح في شغلي سامح في شحال من حاجه واش ماشي تبعكم عندي فيكم غير خير هو تشوف شوفات كيدير فيا تسكت شويه صاحبي تسكت شويه تسكت هو عارف اش كيدير شوفوا راه معاودو كامل معاودو من الاول وشوف ها الشونتيو ها واش ما كنبانلكش انا سكت صاحبي هو عارف اش كيدير شكي الجو هذا راه عشاب وشوف وشوف عشاب ها الشونتيو ها واش عشاب يدير لك هادشي صاحبي سكت شويه اسمح لينا اسمح لينا استاذ قول لي خليني نتفاهم مع السيد صافي خليني نتفاهم مع السيد تفهم كامل يا عمي يا جامباو جامباو قلت لكم انتوما محظوظين غدا غدا عندكم العمليه هنا الله غنديروا العمليه هنا وهذا اللي غيدير لنا العمليه اوف اش باغي يا صاحبي انت واش كلوا غادي يحل فيها هذا ياك انت باغي كلوا ها هو مركب لي جوج كلوات الفو واعزين راه كلوتي هادي صافي يا صاحبي على الشيطان خليه هو عارف اش كيدير سيد معاودو من الاول انت مازال كتشاك يا صاحبي توكل على الله شوف القرا القرا
وجايبك عند احسن طبيب مالك غير تيق تيق. خليني دابا نتفاهم مع السيد. صافي شوف 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 يا اختي الله يحفظك لنا اكدي عليه غدا تبعثني معه اطمعني اطمعني دعا دعا يا بلا كم عندهم ان كانت ان كانت ان كانت صافي يلا الامور ناديه يلا انا نمشي دابا صافي يلا انا مشى يلا بسلامه حبيبي بسلامه خلا بسلامه البلاد بسلامه والله العظيم الى بياسه بالله وصاحبي السيد معودو كامل وانت ما تايخش واش الدين ورخصنا السبيطار انا ما غنديرش هاد العمليه صافي يا صاحبي يلا توكل على الله الله يهديك يلا توكل على الله يلا والله لا درت هاد العمليه والله اسكت شويه عز الدين شدني الخلاعة اتخافش يا صاحبي قرا شويه القران قرا ايه الكرسي الجمرات فكر في الله سبحانه وتعالى كلشي غيدوز زوين انا بالي هذا مطبيب ما تلعب عاش تسمى المطبيب ما تلعب داك الصاد ديال القنصليه قالنا هذا احسن طبيب في اسيا كلها المهم الا فقتي وما لقيتينيش سلم لي على مالي نتا بحال هكاك اصاحبي نقولش بحال هكاك عمار بيا ديال الله غيفكر في الله وقرا القران كلشي غادي يدوز زوين ما تخممش اسمعي فكر في الله سبحانه وتعالى كلشي غادي يدوز زوين ان شاء الله دابا ما غاديش نحيد لك غير الكلوه اسماعيل الله الله العمليه نجحت اسماعيل العمليه نجحت حنا حيينا اسماعيل حيينا اسماعيل حيين العمليه نجحت اللهم لك الحمد ولك الشكر اللهم لك الحمد ولك الشكر الحمد لله نوض الحمد لله نوض نوض كترني ما تخافش ما تخافش كترك شويه ثاني كترني شويه عب شويه حك ما تخافش ما تخافش هوباي 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 قالك نمشيو ناكلو شي حاجه اوكي اوكي ثانك يو ثانك يو نوت شي ما لا لا ضروري ضروري هو البنج خصنا ضروري ناكلو شي حاجه واخا تشد قلت لك نوضه صاحبي شد انت شوف ايتك 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 هنا يلا زيد شويه يا نوض نوض ضرني بزاف نوض حاول 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 ما خدش تحرك Yeah.
الطاليون. ما فيه ما ياكل. طلع طلع بدك جلس. باي باي باي. أتخيى وليدي تخيى كتوحم حاملة جبد فوادك عم زيان بنادمي يجبد الخابات ديال إفريقيا ويلوحوا في آسيا نورمال تبارك على الجران طوبات الفال حناش عليم تفاشي ديال المصارن الزين هادشي كيضرني بزاف ما تخافش اصاحبي باقا فتحة جديدة شوف شوف كي رجعت بي قلت لك هالما اخوانا هي اللي مكالمية لي القديم هادشي شدير نشوف الجرحة ديال كي دايرة اسماعيل الجرحة اللي عندك هي اللي عندي عرفتي علاش حيت حلوني انا جبدوا مني الكلوة وحلوك انت لصقوا لك الكلوة يعني عندنا نفس الجرحة الوغ علاش غنجبدها انا كيبان لي غنموت انا غاسر ما غتموت انا ما والو صاحبي غنرجعوا للخميسات الله يهدي باش يبرد لي خاطر يدير فيا هاد البليزير غنشوف واش ديك الجرحة بحال ديالي وصافي صاحبي صافي بلا ما تشعل لي البولة الجرحة ديالي بحال الجرحة ديالك بلا ما تشعل لي اسماعيل البولة غتسولي بزاف او تفادى صافي صافي اجبدوا مني انا الكلوة وصافي وسير الله يعاوني عاونك فهاد اللي جاب دينو معاك فهاد آسيا مع إخوانا والمغرب مالكم لهاد الحالة ياك ماشي هابي بيتزا عاوتاني لا لا ما كاين لا هابي بيتزا لا والو يوقعوا لنا شي مشاكل وتبجنا واحد شوية ياك لاباس تلقيتو مع داك السيد المغربي اللي صيفطكم عندهم كيبان لي العملية راه نجحت راكم بخير سيد يا هذاك السيد اللي صيفطتينا عنده هذاك أحسن حاجة ممكن توقع لبنادم أحسن مغربي تشوفو في حياتك الله يعمر هذا راه قلت لكم هذاك راه أحسن طبيب اللي داكم عنده أحسن طبيب كاين هنا في كمبوديا وراه الناس كيجيو عندهم العالم المهم بالنسبة للباسبورات ديالكم راهم وجدوا ولكن غتمشيو للمغرب من هنا واحد 10 أيام 10 أيام؟ سكت أصاحبي تبدا تخرج في عينيك وسيدي فين الخير وأنت باقي تخرج في عينيك ماشي مشكلة أستاذ ماشي مشكلة نتسناو أشنو غادي نجلسو نديرو هنايا 10 أيام راه ما عندنا ما ندير هنايا غتمشيو تجلسو في نفس اللوطي اللي كنتو فيه أما ترتاحو شوية من العملية ومن السفر على ما يوصل لاداط ديال البول ديالكم وغتمشيو ولكن حنا راه ما عندنا التنين باش نتحركو ماشي مشكلة نعطيكم باش تقضيو هاد العشر أيام ولكن بعدو على هابي بيتزا لا أستاذ ما كاين لا هابي بيتزا لا والو شكرا بزاف شكرا سمعتي صافي هابي بيتزا سالينا السويد ديالك جاي خاوي كما باغي نصب عليا ولا شي بلا وشوف اسماعيل بربي يلا عاقتي يا كلوتي اسدين مالك صاحبي داير بحال هكا مالك يلا وصلنا صاحبي ومعربط الوليد الدرهم ديالك ما غياكلكش فيها الحمد لله الحمد لله وليدي الحمد لله على سلامتكم الحمد لله يا ربي يا ربي هذا فضل الله ما جيتيني عارف سلامتك الله يحفظك ويجيك الله 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 السلام عليكم السلام عليكم جاي من مكة السلام عليكم أسي عليكم السلام ورحمة الله 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 واش جاي خاوي الحاج علاش اش نقول لك أنت أعظم إنسان شفته في حياتي أنت وليدي ملاك ملاك جابوني الله انا غنولي شيطان الحاجه الا ما لقيتش العاقتي دابا علاش تولي شيطان ولدي
الشيك ديالك موجود. هاو شيك. تضحك عليا الحاج. علاش؟ فين عمرك شي واحد ميكانيسيان مجدر عليه الوقت وعنده كونت بونكير فليساتك بغيتيهم كاش؟ بغيتهم محبوب. ما كاين حتى مشكل، نسالي واحد شويه ونخرجوا نكملوا الهضره. لا 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله ملي رجعتي لي هذيك الدنيا وما فيها ياك اون فورم هذاك شويه كانوا مزيانه. ايوا ما مشات خلا غير سير اسيدي سير يالله هذا نهار غليظ. أنا غادي نمشي غدا ان شاء الله مع جوج نوز عندك. علاش ما تبانش معنا؟ تخرج شويك ديالك تاخذ فليساتك وتكون مالني. ما يمكن ليش الحاج، الوالد ديالي عيان شويه خصني نبدا نشوف. ايوا اللي تتشوف غدا غادي ندير واحد التحميمه في الصباح وجوج بي ان شاء الله نوز عندك. هاد سي فلوسك سور طاب ما تخرجش. غا فلوسي موجودين الله يخليك. الله يحفظك. سلام الحاج. الله يرضي عليك اوليدي، الله يسر لك الامور كما اعتقتي لي يا ولدي. الله يرضي عليك، الله يعاونك، الله يسر لك الامور كما عاونتي ولدي لهلا يتبعك الغيط بنادم. الله يبعد عليك ولاد الحرام. سير ولدي سير. جيتي فين كنتي شحال هادي؟ صباح الخير اوليدي. صباح النور الوالدة. شتك اوليدي كتجمع في الساك ديالك، فين غادي؟ انا عندي شغل هذا الوالدة مشي قضيت غير ورجع. ياك ما غادي للسبيطار؟ لا لا مشي للحمام، كاين شي توحش شي تحميمه مغربيه. ايوا بالصحه والراحه خلعتيني اوليدي. الجرح شويه برا وشويه تقريبا. يا قالها لكباك قال لك داكشي عندو مجهد في السنافور. ما كذبش الوالد. ايوا وليدي انا غادي نمشي نوجد لكم شويه ما تاكلوا بيد ما جيتي من الحمام. واخا الوالد الله يعطيك الخير. يلا الله يرضي عليك وليدي. وعاود لي اخويا كويك الصباح جا هنايا عاود لي داس الامور ما فيها. اذا شفتي فين نفس الجرحه؟ نفس الجرحة انا حكيت ليه كامل اصاحبي هكا حكيت ليه كان غير بالشورط ما فيه حتى شي خبشه. اريد الكلمة واسمعي اجي اخويا غنهضر معك واسمعي نعس الشيطان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان. وين نسيت انا ما ننسى قلبي عليك عمره ما يقصى نسيت انا ما ننسى قلبي عليك عمره ما يقصى. يا ناسيني يا ناسيني قولي لما تخليني. ويا ناسيني يا ناسيني. شو تصدع لي هادي؟ هادرا ماشي خدمة. راك عارف المعلم سيمانة دي ما مشيت للدار وعارفني أنا مبلي بالطيور. مشيت للدار حليت الباب
طلعت في الدروج، الدروج عندنا لاصقين على الحيط، داك الحيط في القفوزه، قفز حدا قفز قفز حدا قفز. يا هديك شحال تدو طلعت تبلي واحد الطير غير شايفني، تصور غير عينو ضربت في عيني، ايوا وانا بعدا ما فهمت والو. الديكور معمرو ما طرا ليا مع شي حد زعما مع شي طير. ياك يا هديك تنطل بحال هكا قلق الماء عندو في الشرابه، الماكله عندو في الوكيله، ويلي هالطير اش خاصو؟ سيد القفز الطاق توي بلي الديفو، الديفو من واحد البزقه ديال الطير. ويلي والله الا بالله الطير بزق على الشرابه ومع الحراره البزقه كرمت على فم الشرابه ما بقاش كتخلي الماء يخرج. مشكله وانا نشد داك الشرابه وندير بيق الماء ويدوز داك الطير فرح تمين فرح بقى تيشرب وكيتشرب كيشرب وكيتشرب تنبقى لي والو يقول لي وعنقني يا روي بعنقني قدي نتفيا بليزي يا روي كنت تعبان هنا. عجبو الحال؟ ترى ماشي عجبو الحال نشط وانا ما نشط اكثر من والو. انت فرحان بزاف تشرب شي حاجه؟ ايه كوب شي كاس الله غير خليك جامايكا انا نعطيه تفضل نعبس انا نعبس ثانكس ثانكس في خاطر زيد زيد زوزي جورج حباس جا الخبر انك وي كدخل للمدينه حتى واحد من الناس بلا ما تجيبوه ليا هذاك الكانيش الشاف ضربوه على حساب دوبيرمان ونجيبو ليك مفردك حنا غنشوفو هاد الهضره وتا واحد فيكم يرجع عندي بلا بيه تحركوا زيد أورده زيد مرحبا تفضل السلام عليكم الحاجة السلام وليدي اسماعيل شوية لاباس الحمد لله ولدي شنقول لك لا سمحتي بغيتك تورينا ديك الفتحة ديال اللي عندك الفتحة ديالاش ديال القميص ديال جات الفتحة ديال الكلوة أنا باش حيدتيو الكلوة ما فتحتيوش لا بغي يقول لك زعما الحاج بغينا غير نشوفوا ديك الفتحه واش بحال بحال ديال ولدي اسماعيل بحال بحال ديال ولدك اسماعيل شربيل هذا الفتحه راه كاينه الحاج راه حنا مشينا لكمبوديا ودرنا له العمليه ودرنا التحاليل وكيف قلتي لي دي معاك ركب لي الكلوه ديالك ورجعوا لي صحيح فصيح ها هو قدامك صحيح فصيح المهم دابا هذه الهضره كلها بغينا نشوفوا الفتحه علاش نوري الفتحه انايا ونبداو نتعاونوا قدام عباد الله ويلي الحاج اي قلتي لي عطيتيني واحد باش نجي عندك للدار وتعطيني فلوسي فوق الطبله حاج الحمد لله ولدي اسماعيل بلي بخير وعلى خير وهاد الكلوه ما عطيتها ليه تغفر لي الله الذنوب دوزت فيها قيامه ديال العذاب وديال تماره واش خبارك انا كليت طوبه معمره بطراخ الزيت كليت قمله مقليه لا ايه اش كتصحاب راه عاسيه هذيك راه كمبودي هذيك صافي وليدي تقنا بك الله يرضي عليك ما درتي غير خير المهم اراني داك الشيك اللي عندك شيك الشيك ديالك ايوا هاكاك هاك انت اراني الفلوس هاك ها هي 30 مليون محسوبه ناضيه هاك صافي عطينا عطيتك وعد وفيت بالوعد ديالك ها ولدك قدامك صحيح فصحيح الحمد لله دابا منين نتوما عطيتوني فلوس ديالي باش وعدتوني وفيتو معايا بالوعد ديالكم حتى انا غادي نجيكم الصراحه 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 شنو الصراحه نقول اسماعيل نقول ياك ما كاين شي مشكل اخر وليدي اسيدي ديك البلاد اللي مشينا ليها اللي درنا فيها الاسكال كمبوديا فيها الكلاوي والقلوبة والريات والكبدات والعينين والودنين عمتك غفر ذاك الطبيب شافني انا باقي صغير اسماعيل باقي صغير قال لي شوف بلا ما نحيد لك الكلوة ديالك راه الكلاوي هنايا اقول هما والكبدة والرية والعينين والنيوف غير مشتي قال لي ما غاديش نحيد لك الكلوة انا عندي كلوة
جاهزه معقمه في الكلاسيير ديالها، داو لي زاناليز التحليلات مع اسماعيل القوا خدامه، داو لي لوبيراسيون، لصقوا ليه الكلوه ديال ما نقول لك راجل ما نقول لك مره شدوا المعقول ركبتي لولدي كلوه مرة. علاش هو الفرق ما بين الكلوه ديال الراجل ولا ديال المرأة؟ راه بالعكس الكلوه ديال الراجل ما مزياناش، الكلوه ديال المرأة مزيانه ليه، يقول لي طيب الجفاف والصابون وغسل المعن ياك. قلبي فجلي فودني سكنوني كامل، سكنوني كامل. تيتيز ديالي تيتيز ديالي كنموت عليكم كنحماق عليكم، بغيتكم تسكنوني انا، تسكنوني تسكنوني في راسي في قلبي في نيتي فودني فجلي تسكنوا فيا كامل. تنعسوا حدايا تنعسوا حدايا اليوم غنشم فيكم الريحه، كنموت عليكم انا كنحماق طالي. اي دوماج طابت عليكم تماما وياخذكم شماته كل السويس في قبرات معايا هوي حواها فيكم اليوم راه تنعسوا حدايا، الناس بحالك مستفين انتوما ناعسين هنا وانا ناعس هنا، ناعس هنا وشويه غنشموا ريحه بعضياتنا وغنشموا ريوس بعضياتنا، تنقطع فيكم الوحش قبل ما نعطيكم داك الوحش. يلا ماشي يلا اجي الناس اجي الناس صافي، انا نصوب لكم لي كوش ديالكم ناس وحدايا ناس وحدايا. كويكا كويكا وحال حال حتى بلاتي يا صاح انا نميتو تبارك صاحبي تبارك على الدقة ديال والو مالك انا سلمتك بعدا خي كويكا ديال والو انت مالك صاحبي على داك الدقة ديال المخزن مالك انا سلمتك بعدا خي كويكا على سلامتي الحاج كويكا انا هادي جاي من مكة المهم خلينا نهضره كاملة اللي جابني عندك جاب لك واحد تنقنيقة مازالة في الميكا شي حاجة الله يما تخليك العقل خي كويكا شي حاجة سم اش من السم ولا انا راه فيلم هذا اللي غنعاود لك قول سيدي نسمع البارح سيدي العشيه سمعت قرقي في الكراج الفوق مشيت راك عارف مغاربه تبرقيق نشوف شكون صحابني الدراري كيفكوا شي قصديره ولا شي حاجه بانوا لي شي ناس تما مجمعين الشمع طوموبيله مباشيه تهزو دير هو هو وكان معاهم اللي عنده عنده اش بس كتبه بيدي جاش معك احنا ما عجبناك الزامة دي افكرك شوية ودي افراسك شوية اسكت غير على وجهك كل ماشي على وجهك نفرام وما لما تيقتينيش يلا دابا خي كويكا نمشيو انا وياك تشوف انا ما عمرني ما طيقتك حيت انت ديما مبوق وا انت ديما قاهرني بهاد الهضره هادي غنطيقك فيها يلا تشوفي لما تيقتينيش يلا زين والله ما بغيتوش كيطير هو جنن على جناوه اجي انزل هنا اوكي
okay. Good. Touch it. You've made a mistake saying I cannot run this race. It's playtime, I'm gonna crush your face. This is not a fucking phase. Hey guys, I know you feel that bass. Roll with that until you see my face. Rising from a thick layer of fog at midnight. There's a time and a place to kill it. I spill it, leak documents from a flaming tongue. Rappers acted so saintly when not long ago you were baking cuz. And now they catch the aroma, wonder what the kid is baking up. Add a little secret ingredient, they're needing it something for waking up. My flow was caffeine and I'm the black king of spades. Among smaller cards and that scream you hear is mad heat. I am the daddy of cracking the bones of the flashiest chic. No fucks given, as I grow up in a robust prison. Everything I think I need is already given. For some reason I am hardly living. Physical needs are what can't be controlled. Give a kid candy, take away his soul. Can't tell the difference between hot and cold. My senses are dimmed and I'm sold. But as the credits start to roll, I wake up and I miss the movie. The people around me are swarming like they just saw something that's dooming. Now they're telling me that I miss a lot and I gotta go back and see it. Yet everyone who was watching came out that bitch with a crooked demeanor. These subtleties and half-truths are running my country at large. Shipping this garbage by every ocean, I'm about to sink the barge. Health, war, famine and money, get rid of those that we have no country. What happened to thinking people love me? These relationships feel so ugly. It's like we're speaking on the surface, but something sounds scripted about all the verbiage. Like everything we think came from another person and we didn't take time to think if it's worth it. To act as a service to only a few human perspectives. Now we got humanity sectioned by politics, culture, religion, perspective. None of us have accurate depth perception. It's been messed with and I feel headless. No wonder I'm trying to convert that dude in the uniform to a dead bitch. Get this, my head is full of death cause it's a dead shit full of phantoms and redness on the walls from bloodshed. No angels left in heaven and in turn I'm the one they sent in. زامسي. اه دخلت عندك حيت جبت لك واحد الحاجه كنتي كتسالى ليا. كنتي كتسالني شي حاجه ياك؟ وديك الحاجه قلبت عليها المغرب كامل وجبتها لي. فلوس؟ ماشي فلوس، كاينه شي حاجه اكثر من الفلوس. كاينه ديك القصديره اللي كنتي كتسالني، اللي قلبت عليها المغرب كامل وجبتها ليك. هاي شفتيها؟ شفتوها؟ ديك الطوموبيل اللي تكافصتي عليا انت وهاد العصابة ديال والو ديالك وعذبتوني على قبلها. شفتها لك وضيتها لك وما تبقى تسالني، ما نبقى نتسالك. انا وياك غنوليو من دابا كيت. وانت ضحك على امك، ضحك على امك يا الكلب. كملوا لا سواغي ديالك. كيفاش عرف البلان ديال الطلبه؟ واحد منكم خرج الهضره. شكون هو فيكم؟ ديال هادشي ستي مغزال. تنتي غزاله في البداية من القدام مع ماما، ما تبقى تخصك شي حاجه. اي حاجه خصاتك تلقيني موجود. الله يخليك ليا. امجاد هادشي
ترى شي حاجه ناضيه شي حاجه واعره او تفكرني مزيان شي هاد الكراج نخلي فيه البصمه ديال الرويبا الشتغله تبقى تصب العاقه الجياب كيعمروا الميكات يعمروا الحقيقه تبان في هاد الكراج احنا غنشوف اسماعيل عماد ما انا دوت القحبة عاوتاني جاب دين المود عاوتاني ودابا انت هاد الطوموبيل هاد هاد لونتيك وانت على الزغب اللي نايض طوابك ديال امك نصاب لي ولدك يلا روح تقود روح تقود ما نشوفش كمات امك هنا غنشتفكم كاملين من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية غطيبو كاملين وغط شوية من فوق شوية والله انا شفت هذا الشيء فوت بالله وحق الله العظيم الدين من النبيب والله ما كنا فيكم محبوح بيتم الكبير معك عزيكا وعرف هاك كل اللي دم قاعد زيدا وعرف قاعد بحال باقي بغيتو هاك بلاني اللي بغاني في ما بني الكاني باقي باقي شري من الباني علو بتاداش بغاني باقي غدا ويه مشيتو جيتو هاكا لقيتكم هم اخلي ضربكم هاد كلاشوني في ارضكم هادو اللي معايا كيبغيو الشوايا يلا عاود هادو اللي معايا كيبغيو الشوايا جماعة بزي عندكم تر بحال دي النيكي هكا عزي تشيكي هادي مهبرا غابي ليكي يخ هشاوتي كوغيك تيكتي بالبراش رمغتي مقرعة كتي عرش مع البطاين نجيب البهاين نوريك تاكزاب تانا مشيتي غادي نجيبك تاقرت فيكم ما يفلات تباعوا طايري معنش ناقة دوز الشارج مسوق تلات وقع الحقادة غنسجفكم كاملين من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية من فوق شوية وغطيبو كاملين وغاب شوية من فوق شوية من فوق شوية شوية وغطيبو كاملين وغاب شوية